مساءكم بكل خير متابعي طقس العرفية السعودية. يسود طقس صافي خلال هذه الليلة في العاصمة الرياض مع 30 درجة مئوية، الملموسة 28 والرطوبة 24%، أما الرياح تكون شمالية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد في باقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا: تبوك تفرق بعض الغيوم 36 إلى 23، عرعر 36 إلى 24، وسكاكا 36 إلى 25. المنطقة الغربية مدينة جدة رياح نشطة تبلغ سرعة هباتها وأوقات تلامس سرعة هباتها 80 كيلومتر في الساعة، وبالتالي تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج وأيضا إثارة الأتربة والغبار خاصة في الأجزاء الجنوبية من منطقة جدة بإذن الله. المدينة المنورة طقس صافي 42 إلى 29، مكة المكرمة أتربة مثارة 44 إلى 31، والطائف 35 إلى 25. المنطقة الجنوبية الغربية أبها فرصة لزخات رعدية من الأمطار 31 إلى 20، الباحة 33 إلى 26، وجازان 35 إلى 32. المنطقة الشرقية الدمام 46 إلى 28، الإحساء طقس حار بشكل لافت 48 إلى 30، وحفر الباطن 44 إلى 33. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس صافي 43 إلى 29، بريدة 41 إلى 30، وحائل 38 إلى 25. إلى اللقاء.